كمان مرة صباح الخير، أولى لقاءاتنا لليوم الثلاثة بتجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، أستاذ محاضر في الجامعة العالمية في بيروت، وطبعا الحديث معه عن العادات الرمضانية اللبنانية. يا أهلا وسهلا بكم، صباح الخير مولانا. يسعد صباحكم ورمضان. كيف أحوالك؟ وكل إن شاء الله بيكون أيامنا أحسن إن شاء الله للأمام، الحمد لله بخير. إن شاء الله. كيف أول يعني هيك يومين ثلاثة من شهر رمضان الكريم؟ نعم والله يعني عاداتنا اللبنانية حلوة كتير، وبرمضان بتحلى أكثر، فإن شاء الله تعالى يكون على الكل رمضان خير وبركة. نعم مولانا، رح نحكي أكثر معك عن عادات شهر رمضان، وفي عادات يمكن بلشنا نفتقدها بفعل يعني الأيام، بفعل التطور وزيادة بفعل الحجر المنزلي لأغلبية اللبنانيين عم يلتزموا فيه. إنما بداية خلينا نحكي شوي شو هو برنامج الصيام اللي يعتمد بفعل الحجر المنزلي، وهل في شيء بيتغير؟ هل في سماح لأمور معينة وحالات معينة؟ نعم، أول شيء بدي أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وسائر الأنبياء والمرسلين. هذا رمضان يعني سبحان الله بيذكر بأمور كثيرة، لكن نعم. أنت هلا بدأت بهذا الأمر، نحن في عندنا برنامج رمضاني سواء كان في حجر ولا لا، ولكن مع الحجر أكيد بده واحد يتأقلم ويعود أولاده على هذه الأمور اللي بده يعيشها في البيت في المنزل. هلأ لا شك في عنا عادات حلوة مثل الجمعة على الإفطار، وهذا سواء في حجر ولا لا. أما بالنهار فنحن عملنا بكثير من المجتمعات، عبقناهم للعائلات للأسر حتى يعملوا للأولاد للناشئة للبنات كيف كمان يساعدوا في المنزل الخدمة، يعني نسميها يساعدوا أمهم يساعدوا أهلهم مع الأمور اللي هي بتعرف هلأ كتير من الجامعات والمدارس حتى عم تعمل محاضرات أونلاين، بحيث أنه عم يكون في عنده تحضير للدروس وبرنامجه الدراسي. هلأ الرجال بالبيت بده ياخد دوره كمان أنه يقعد أكثر مع عائلته مشاكلهم ويوجههم، يعني يصير في مثل بيقولوا هيك يعني انصهار فيما بينهم مع مصاحبة، إنه الأب إذا كان مصاحب أولاده المصاحبة يعني المصادقة اللطيفة، إنه الابن يحكيك على مشاكله ويسر لك بأموره، هذا كمان بصير فيه بعد. لذلك الوالد والأب والأم مهم جدا هلأ الفترة إنه يقربوا أولادهم منهم ويعيشوا معهم أكثر ويعيشوهم الحالة اللي هي مطلوب نحن إنه نواكبها مع بعض. هلأ بالنسبة لموضوع البرنامج، نحن عملنا أشياء اجتماعية تنعمل بقلب البيوت، يعني مثلا في أذكار بتنقال هالعدد، مثلا منقول من كلمة أستغفر الله الحمد لله، عبارات بيرددها الواحد هيك بتشغله بدل بلا مؤاخذة القيل والقال ونقرني لنقرك بالبيت، وهلأ بالقعدة بالبيت بيقولوا عنا بالعامية بالطعمة وبتعمل مناكفات بين نعم صحيح. فلذلك الله هالنسيان ما بيقدروا ياكلوا، فحتى ما يصير فيها الأخلاق والتوتر لا بنشغلهم بشيء نافع. إضافة لأشياء اللي هي مهارات، يعني عم نعلمهم يعملوا بعض المهارات في البيوت، بعض الأشياء اللي هي بتأدي إلى أنه ينمي مثل البنت يصير في عندها تكتسب أشياء كمبيوترية على الأشياء يدوية تنعمل، إضافة أنه نحن عم نخلي الأولاد يتصلوا بقرايبينهم، يعني نحن قاعدين بالبيت الله ما عم نزور الأرحام، ولكن فينا شو نعمل القرايب، يعني فينا نتصل، يعني أنا بتواصل مع أولاد عمومتي أولاد خالاتي والجيران حتى بطريقة لو ما زرنا بعض، يعني لو نظهر من البيت لعندهم يجوا لعنا فينا نعمل هالاتصال. وحتى كثير من الناس اللي كانت ما معودة سكايب ونحوها من هالبرامج الحلوة مولانا. نعم يعني اليوم عم نشوف مفاعيل الإيجابية للتكنولوجيا وللسوشيال ميديا تحديدا، اللي هي عم بتخلينا هيك على تواصل مع بعضنا وتخفف عنا الضغط النفسي السلبي نتيجة الحجر المنزلي. بس اسمح لي طالما أتيت على ذكر مناكفات بين أفراد العائلة، للأسف عم نشوف بحالات معينة مناكفات عم بتروح للعنف المنزلي تجاه الزوجي وتجاه الأبناء كمان. نعم، نحن العنف الأسري صراحة منعالجه بعدة طرق. أول شيء التوجيه الديني الأخلاقي، اثنين التوجيه الاجتماعي لأنه قد يكون نتج عن شيء
عنده عقد بسميها للإنسان اللي عم يؤدي إلى ضرب أو سب أو إلى آخره. ثلاثة، عم بيكون أحيانا اقتصادي، لما عم تحل نعم. له مشكلته الاقتصادية لهالإنسان عم يخف توتره حقيقة. فلذلك ما بس ديني، يعني أخذتني بمعنى على سؤال فضيلة الشيخ، بس بداية إيه إذا بتسمح، في ضوء إضافي صار على وجهك؟ إيه كأنه تعرف قطعت الكهرباء معلم مع الحجر الصحي، شو بدنا نعمل؟ أوكي، هيك كثير منيح، يعني ما شاء الله عليك، نورك بكفي وبيوفي فضيلة الشيخ. إيه حبيبنا؟ عم بقول لك ضوك بكفي وبيوفي الله يسلمك، الله يسلمك، من دون ضوء اضافي. فضيلة الشيخ، يعني كان في سؤال براسي بدي اطرحه عليك. ايه تفضل. فرض الصوم بشهر رمضان المبارك، نعم، بيتاثر بعوامل اقتصاديه، بقدره ماديه، بعدم امكانيات لتحضير موائد رمضان من ما فتحوا رزق، مثل ما دائما نحن بنشوف. بس اذا بنجي نطلع بالحقيقه، في اشخاص ما عندها هالموائد المفتوحه واللي فيها ما لذ وطاب. قد ايه فرض الصوم بشهر رمضان المبارك بيتأثر بالعوامل الخارجية، من اقتصاد، من مادي، من أمن، إلى ما هنالك؟ هلا ليك، نحن عندنا عادات لبنانية حلوة برمضان، حقول لك بس هيك يعني انطلق منها بعد إذنك لجاوبك على هالسؤال. شو هو؟ إنه في عادات كانت تنعمل، يعملوا حتى أنا مذكر قدام بيتنا يعملوا جيران، ينزل كل واحد شيء من طبخته، مش نعم. يطبخ شيء زيادة، لا، من طبخته اللي عاملها. كل واحد ماري أو فقير أو نحو ذلك كان يأكل من هالموائد. بالمساجد هلأ مسكرة المساجد، لكن كانوا عاملين ببعض المساجد كل يوم بيفطروا الصائمين ويمروا عابر سبيل، يعني بمعنى ما بيعرفوه ولا من جيران المسجد، إضافة لشيء بسميه نحن إفطار عابر سبيل، يعني بمعنى أي واحد ماري بيعبي كيس، بيعبي علبة اللي معه وبيعبي فيها رز أو نحو ذلك وبيوزعوا له إياها. هيدي من العادات اللي بتخلي الواحد يكون عنده تآلف اجتماعي وتكاتف وشيء عم تحس بالغير. هلا نحن ببيوتنا عم نحس الشباب والبنات والعائله والاهل انه شو بتعمل؟ قد ما كان عندك انت حالتك صغيره يعني ضيقه، هالطبخه كان يعني بيقول النبي طعام واحد يكفي اثنين واثنين يكفي اربعه. لما تتكاثر الايدي على الطعام تنزل بركه، تحل البركه. فلذلك انا بقول انه فينا نعمل. شو هو؟ أنا من هذا بشي ولو لقمة، ولو كاسة، ولو كباية مي، ولو تمرة، إنه واحد في فطر ولو على تمر. فهيدا قد ما ضاقت علينا، أنت توكل على الله. أنا بقول للناس واحد يتوكل على الله، والله هو الرزاق، والصدقة الله تعالى بيكرمك، قد يجيك بدالة أضعاف، وقد يدفع رب العالمين عنك مضار بسبب أنه أنت أحسنت لهالإنسان، فطرت الصائم، طعميته، إلى غير ذلك. فإذا لو كان هلأ في ضيق اقتصادي، نتوكل على الله، وبدنا يصير في عنا صبر، في صبر على أداء الواجبات، نعم، على المحرمات، على أذى الناس، على ما ابتلانا الله به. هذا نعم. بلاء عام هلأ نحن مارقين فيه، يعني للأسف سمعنا الدولار صار وين. بس أنا صحيح. بقول لك بعد فينا نعمل خير، وبعد الخير موجود فيما بيننا نحن بلبنان، العائلات فيها تنظر لمن ان هي شاء الله يا رب. ايه نعم مولانا. ايه تفضل. معلي انا عم بضطر اقاطعك لان منا بالاستوديو، حتى هيك يمكن نفهم مع بعضنا بالاشارات، حتى استفيد من كل الاسئله اللي عم بالي اطرحها عليك، واخذ هالشرح المفصل من حضرتك وهالايجابيه اللي عم تحكي فيها اليوم، علما انه الظروف جدا صعبه عم بتطال كل المواطنين اللبنانيين. خليني احكي شوي استاذ ايلين، احنا بدنا نكون متفائلين، يعني هذا 100% 100% وهيدا المطلوب. اذا بدنا نقول كآبه، اذا الكبار والصغار كله صار كآبه ما بيمشي الحال، مين بيدير؟ صحيح. لا نحن بنكون متفائلين. نعم. طيب اللي عم تحكي عنه فضيلتك من حيث يعني العادات والتقاليد اللي ما زالت يعني عم نشوفها لليوم، هل هي نوع من انواع الزكاه اللي بنشوفها بتنشط اكثر من غير اشهر السنه الهجريه بشهر رمضان الكريم؟ هل هو رمضان منه شهر الزكاه، يعني الزكاه عندنا مفتوحه بحسب مثلا التجاره او نحو ذلك، انت مبلش نعم. بالتجارة أو ماله أو الذهب أو نحو ذلك، لكن بتكتر أكثر برمضان. وكنا نشوف حصص المونيوم بعدها، هذه بنسميها هلا المساعدات، بيعبوا لك إياها بعلبة بكيس، هذه ما زالت إلى الآن بيعملوا عائلات لو كيس،
ب 20,000 50,000 30,000 كل واحد حسب قدرته بيوزعها او بيعملوا كوبونات هدول من بعض السوبر ماركات انه انت روح اشتري اللي بدك اياه، لانه هذا قد يكون ما بده يعمل رز وعدس وحمص حبوب، جعباله ياكل لحمه، جعباله ياكل جبنه، فبيعطوه بقيمه شرائيه يعني قسيمه. هيدي كتير عم تخلي الأهل أو الفقراء أو المحتاجين المساكين ينسروا ولو بقدر قليل. وفي شيء حلو كمان، شو هو؟ نعمل هذا القسيمة شرائية تياب حتى يسروا له قلبه لهذا اليتيم، أو اللي عنده أولاد صغار ما قادر تشتري لهم حذاء أو تياب أو نحو ذلك. يعني كسبة العيد مثل ما بنقول. كسبة العيد بعدين حتى رمضان، يعني رمضان نحن بحاجة أنه نفرح الأولاد ونحسسه، خاصة الأيتام المطلقين. عندنا حالات بين العائلات، الأولاد اللي هن ضاعوا بين الأم والأب لما اتطلقوا وما حدا قواهم، راحوا عند الايتام وهن منهم ايتام، يعني ابوه عايش وامه عايشه، فهيدول نحن نعمل لهم جو. بالاضافه يعني شايف انت مثلا هذا المسحراتي بيقولوا له او الطبال ببعض المناطق، هيدي لحالها العاده اذا بتشوف هلا ببعض المناطق انقرضت، صار بيخاف. بعرف كذا طبال يعني مسحراتي بيقول يعني بعدها ببالنا من خلال المسلسلات والاعمال الدراميه، يا نايم وحد الدايم. صدقت، فبيقولوا هيك يا واحد يا نائم وحد الدائم. فبعد لهلا وبيطبل هلا على تانكي، كانوا احيانا نسمعه يطبل، كنا ننطره يعني احنا صغار، كنا نطل من الشباك بس ليأرجونا ايه مين هو، ويجي يوم العيد ياخذ عيديته من العائله. يعني هي العادات حلوه، في عادات مطلوب نحن نرجعها، عادات هي انا بقول لك هذا التكافل الاجتماعي، ولو احيانا بعاده منا نقديه. طيب فضيلة الشيخ، مين المسؤول عن إذا بدك إعادة هالعادات وأحيائها لترجع هيك تضيف جو من الألفة والمحبة والتواضع بين أبناء كل منطقة، أكان بحي سكني بشارع بمنطقة بأمها وأبوها وعلى صعيد الوطن ككل؟ مين هي الجهة اللي ولا التطور أخذنا من كل هيدي الأمور؟ أنا بقول لك أنه نحن كل واحد منا مسؤول عن هذا. كيف يعني؟ على قد بساط الواحد بيبد إجراء بيقول بالعامية ما هيك؟ لكن كمان في مسؤولية قد ما قادر توصل. يعني إذا دائما بدنا نحمل المسؤول الكبير عليه، هو ما عمل، هو طب أنت شو عملت لعائلتك لحيك لبنايتك؟ يعني قمنا بحملة هيك على نطاقنا إن شاء الله، عملت جو حلو كتير، بدي أتعرف على بنايتي اجتماعيا، يعني مش شرط زورهم، لأنه كتير منا ما بيعرف حتى جاره اللي معه بنفس الطابق. فعملت جو كتير رائع من الألفة والمودة برمضان، قبل رمضان أنه بدنا نذكرهم يكونوا مع بعضهم برمضان. عملت شيء حلو كتير مع الأولاد، نسوان مع النسوان، الرجال مع رجال، الشباب هلأ الشباب عم محصورين. فإذا كل واحد منا مسؤول عن حال الاجتماعية، أنه نحن نساعد ما تزيد على حالك. أحيانا بيقولوا لك أنه يا أخي الواحد يظهر كآبة قاعد مزروب، طب ما كنا زربنا هذا شيء فوق إرادتنا. يعني احنا قلنا لهم مثلا اللي هو بده يصلي يذكر يقرأ قرآن، طب بدك تعمل له أشياء تانية، بدك تعمل له ترفيه، بدك تعمل له ترويح. يعني عم نحكي الأولاد قصص مشوقة، بعتنا لهم أنواع من القصص بعدة لغات، ما بدك كمان ترفع مستواه، فرصة انه هلا قاعد عندك الولد كلياته رص عميل قوم عميل، لا بدك شوي تنفس عنه وتحضنه وتربيه وتوعيه. انا بقول كل واحد منا مسؤول، كبر مسؤوليته ولا صغير. اكيد المشايخ لهم دور، المسؤولين لهم دور، الافراد لهم دور، كل واحد مثل اي شغله بالمجتمع. هلا الامن انا بقول كل واحد منا مسؤول الى قدر معين. انا بدل ما اعلم الناس الاشياء التطرف انا مسؤول عن انه اعلم التسامح والانفتاح والرحمه. هيدا المطلوب مولانا، هيدا المطلوب. فكيف انا امنيا مطلوب انه شارك بجزء منا بس للجهات الامنيه كدرك او جيش او لا، انا وانت واي واحد منا من المستمعين الى قدر اكيد تتفاوت المسؤوليات. كمان بالامور الاقتصاديه الاجتماعيه، يعني كنا نسمع ضرب المدفع، كنا ننطر لنعرف انه دخل المغرب، هذا اللي بنبلش عنا الفطر. هيدي مثلا اللي بسموها عنا جنزوقة مرجوحة، هذه كلمة بيروتية قديمة، المراجيح يعني حرش العيد. هلا انقرض ما بس بهلا الحجر الصحي، صرنا سنين من قبل فقد من المناطق ما بقى فيها الراجي. كنا نشوف، صدق انا كنت شارك بالزينة، كيف نعمل؟ ما قادر يشتري، نجيب لمبات نلونها حمراء صفراء زرقاء أو نمدها بالشوارع بس لنعمل زينة قدام بيتنا إنه عن رمضان. فأنا بقول صحيح مولانا، يعني قد طاقتك
فيك نعم تساعد بانه ترجع رونق هالاشياء الاجتماعيه. وانا بقول لك شغله، ما بس الاجتماعيه بين المسلمين بين بعضهم، لا، كان في شيء اسمه تعايش حسن وما زلنا بنحس عليه، اللي هو انا مذكر كان عندنا بعض الجيران اللي هن من المسلمين يجي يقعدوا معنا على الافطارات، كانوا يقعدوا معنا لما هيك نعمل نعم شيء جمعه، يقعدوا معنا ويشاركوا معنا. طب ليه؟ لانه هيدا بيخلي هذه الالفه فيما بيننا، وهذا الشيء بينبذ انه يدخل بيناتنا هدول اللي نعم. بيكفروا الناس بغير حق على كل حال بنشوفها بمعظم البيوت المتداخل فيها التعايش المسيح الاسلامي، يعني باعياد الميلاد بنشوف الشجره بالبيت والزينه والاحتفالات، ايضا برمضان البعض بيساعد حتى بتحضير المائده وبيجتمعوا كلهم على مائده الافطار. مولانا خليني كمان استفيد من حضورك ومن هالانفتاح اللي عم بلمسه بكلامك، وطبعا يعني نحن بحاجة لهذا الوعي نقدر نعممه على كل اللبنانيين إسلام ومسيحية. مهم جدا أستاذ إلي، كل واحد منا يعني لو هي مع عنوان الحلقة، بس أنا بقول لك شفت أقل إنسان بيعتبر حاله أنا ماني شيء بالمجتمع هو مشارك معنا في حفظ الأمن الفكري والاجتماعي والأمن اللي هو بنعرفه من دور الجيش والقوى الأمنية. طيب خليني أطرح عليك السؤال التالي مولانا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، بذكر حضرتك أستاذ محاضر بالجامعة العالمية في بيروت. بفترة الصوم عند طوائف المسيحية الشرقية والغربية بفعل الحجر المنزلي شفنا أغلبية الكنائس يعني صلاة الأسبوع الأيام كانت عم تنقل على السوشيال ميديا، يعني كل كنيسة أو كل رعية أنشأت صفحة خاصة للمؤمنين هنو قاعدين ببيوتهم يتابعوا القداديس والزياحات وكل الرتب اللي ببلشوا فيها بشهر الصوم وخاصة بأسبوع الألم. هل يعني رح نشوف بمجتمعكم عبر السوشيال ميديا التراويح والقراءات والعظات اللي بتدفع الصائم إلى المضي قدما بفعل الصوم والعودة إلى الله سبحانه وتعالى على أعمال الخير والمحبة والتعاون التكامل والتكافل اللي كنت عم تحكي عنه بحديثك قبل شوي؟ نحن عملنا برامج خاصة برمضان للأطفال للكبار للصغار على السوشيال ميديا باختلافها، فيها الدروس الرمضانية نحن نسميها العظات يعني، وفيها موضوع أيضا أكيد الجمعة نحن عنا بدها تنعمل بالمساجد، فلأنه مسكرة ما عم تنعمل، لكن استبدلنا عنها بشو؟ بالصلوات بالبيوت. يعني كل عائلة عم نقول لهم اعملوا أنتوا التراويح بين بعضكم بقلب البيت وبعتنا لهم طريقتها، حتى يصير الأب مثلا أو الخي الكبير هو يوقف فيهم يصلي فيهم جماعة وانتشري، يعني عم نتابعها بقلب البيوت هذه الصلاة التراويح. في عنا اللي هي موضوع الجمعة، هذه ما فينا قلت نصليها على السكايب، لكن شو عم نستبدلها؟ يوم الجمعة عم نبعث لهم خطب الجمعة اللي هي بتنعطى كأشياء نعطى السابقة أو كدروس عملناها بالتوجيهية للعائلة بهذه المواضيع. بالإضافة إنه شو عملنا كمان؟ إنه عملنا لهم للشباب شيء خاص فيهم، طلاب الجامعات ونحوهم، حتى الطلاب مثلا أنا عم بعطي الطلاب اللي بدرسهم بعمل لهم محاضرات على سكايب، عملت له شيء رمضاني، وهيك طلبنا من كل الاختصاصات، يعني حتى اللي بدرس تاريخ جغرافيا إلى آخره، عملنا أنه يقلب على عادات رمضانية ضمن الوسائل المتاحة. فنعم نحن مولانا إلى هذا. نعم مولانا ورد عندي سؤال من أصدقاء، إذا فيك تعطينا يعني عنوان الصفحة ليقدروا يتابعوكم وينضموا لكم الصلوات والمشاركة. صفحة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، بفوت على الفيسبوك بفوت على اليوتيوب وعدة إن شاء الله تعالى بلاقي فيها هذه البرامج 24 على 24. نعم يعني مثل ما قلت لك حتى للأطفال، يعني عندنا مجلة فرحي هذه بتفوت على كل بيت عبر السوشيال ميديا، فيها قصص للأولاد رمضانية وغير رمضانية توجيهية سلوكية. شفت هذا الأمن والتطرف اللي حكيت أنا وياه عنك هلأ أنا وياه معك، حتى هذا من مر بطريقة توجيهية كيف ينبذ الولد التطرف ويكون معتدل. يعني بالقصة بالطريقة توصل على كل بيت. هذه الصفحة موجودة مفتوحة، دروس رمضانية عصرا ودروس بعد الإفطار وعند الإفطار وعلى الفجر وأوقات كثيرة. نعم مولانا بدي روح
يعني لسؤال آخر، وبرجع بحكي معك عن منافع الصوم على الصعيد الجسدي الصحي النفسي أيضا، إنما لابد من هيك يعني نعمل إضاءة حول هيدا السؤال. هل هناك صيام قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت يعني ممارسات فعل الصيام من أكثر من 1400 أدي صرنا هجري؟ 1441 هجرية. نعم. الصيام أول شيء، الأنبياء كلياتهم من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليهم أجمعين كلياتهم كانوا من حيث العقيدة واحدة، يعني كانوا يؤمنوا برب العالمين، كانوا يؤمنوا في ملائكة، في يوم آخر، حساب، في جنة، في نار، هذا شيء مشترك بيناتهم. اختلفوا ببعض الأشياء مثل الصيام وإمتين، كلياتهم كانوا يصوموا لكن كيف وإمتين وأي أيام. مثلا نحن عنا أمة سيدنا محمد عنا برمضان، لكن هن كانوا يصوموا غير رمضان، في عندهم أيام الزكاة كانوا يزكوا، بس المبالغ والأشياء كانت تختلف. الصلاة طريقتها كان في شيء مشترك وفي شيء اختلف، فإذا هيدي الأحكام كانت من قبل. أما بالنسبة للأمور الفوائد سألتني يعني سؤالين، أما بالنسبة للأمور اللي هي بنسميها فوائد الصيام، أول شيء فوائد الصيام كثيرة، هي تعبدية، أنت عم واحد عم يلتزم بأوامر الله، نعم فيها صحية. تسأل هلا الأطباء بيقولوا لك مهم جدا الامتناع عن الطعام فترة من الزمن حتى للجهاز الهضمي. أنا ماني طبيب، ولكن عم بحكي شيء من تقارير طبية موثقة مع تجارب ويعني اختبارات وتتبع، صار في أشياء على الجهاز الهضمي، على الدماغ، على القلب إلى غير ذلك، حتى اللي معه كوليسترول، ضغط، سكري، بفيدوا الصيام. ليه؟ لأنه هذا بيهذب له، بينظم له أموره الصحية. ثلاثة، الأمور الاجتماعية، بحس بالجائع، يعني أنا لما صوم عم جوع وعم بعطش، فبحس بالفقير اللي ما هو جائع وعطشان وما قادر يوصل. أنا قادر أوصل لهالأشياء بس ما عم بعملها تعبدا، أما هو ما عنده إياها. كمان فيها أشياء اقتصادية، يعني بتزيد الشراء، نسبة الشراء بتزيد برمضان سواء للبيت أو للتوزيع، مثل ما قلت لك حصص المونة، هذه كمان تشغل السوق التجاري يعني عنا الاقتصادي بلبنان. بالإضافة أنه في شيء بنسميه نحن اجتماع، أنا ما كنت اجتماع مع أهلي. ليه؟ أنا بيجي بوقت مرتي، بوقت أولادي، بوقت الجامعة، المدارس، كذا، فما نقعد كل يوم نجتمع على صفرة الأكل، وأنت بتعرف قد بتعمل هذه ألفة بين الأهل، فلما يقعدوا مع بعضهم ولما يقوموا بالليل يتسحروا كمان مع بعض، هي عم تعمل شيء اجتماعي. لما اسأل أنا عن غيري برمضان، لما زور قرايبيني هلا برمضان على التليفون عم نقضيها، كل هيدا الصيام فيه أشياء تعبدية، صحية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، حتى الراحة النفسية نحن بحاجة إلى الصيام. الصوم فيه وقاية ما بس للجسد، إنما للنفس والروح، وحتى نحن منقول بتصفي له للشخص القلب. يعني أنا بقول كل واحد بيصوم حيلاقي هيدي الفوائد على نفسه قبل غيره، مجتمعه، بيته. طيب فضيلة الشيخ، كونك أستاذ جامعي، تفضلت حضرتك وقلت أنه في عادات كثيرة عم بتقل في مسعى أنها ترجع عن جديد لما في خير يعني للمجتمع وللأهل بين بعضهم. عادات رمضان اللي عم نسمعها من حضرتك وعلى لسانك فيها كثير من المحبة، فيها كثير بشعور بمسؤولية تجاهنا وتجاه الآخر، إذا كان ميسور أو غير ميسور. رح أخذك بوجه من وجوه رمضان إلى منحة آخر، وبحب كمان أعرف رأيك بالموضوع. حتى وين بدك تاخذني والله بالبيت نحن شو لا رح أخذك بالمعنى المجازي بالموضوع فضيلة الشيخ مولانا. يعني في إشي حتى من خلال الإعلام المرئي تحديدا افتقدناها برمضان، بطل في هيك الحس إذا بدك الطريف، التسلية، التمويه. منشوف الأعمال الدينية قلت، وحتى إذا كانت موجودة ما بتحصد نسبة مشاهدة مثل الأعمال الدرامية اللي عم بيكون فيها تنافس. يعني رمضان صار محطة سنوية مع شركات الإنتاج، ومنشوف القصص لا تشبه الواقع اللي كنت عم تحكي عنه فضيلتك.
نعم، هو لك في كتير كمان حتى بالبرامج الدرامية ما كانوا ملحقين إخراج. إذا سمعت أنت كذا برنامج مظبوط ما قدروا في في يسوقوا في البعض يعني اكتفى ب 15 حلقة. صحيح، ليه؟ لأنه ما كان ملحق يسجل البرامج اللي هني عاملينها. بس أنا بقول لك اللي بيحضر حاله، نحن نحط برنامج سنوية فصلية شهرية وللمناسبات. عندنا رمضان، العيد، رأس السنة الهجرية، المولد، عندنا مناسبات إسراء والمعراج، هذه بننظم لها قبل أشهر برنامج الاحتفالي المالي الاقتصادي للنساء للشباب لكل طبقات ومستويات الشعب. هلا بالنسبة لهذا شيء طبيعي انه تغيب عن الاعلام، لانه ما كل الناس متاح لها الوسائل الاعلامية. بس انت اذا بتلاحظ كثرة الصفحات والطلب على الفيسبوك ونحو ذلك، اللي ما كان عنده فاتح فتح. نعم. يعني صار كتير ناس بده يوصل لغيره عبر شو، ما في إلا هالوسائل، فاضطروا يفتحوا، يعني لجأوا إلى هذه المجالات. بس العادات موجودة بالبيوت، عم نحاول نطبقها، وصدق في أشياء لقينا أنه إلى فوائد ما كنا نلاقيها بالشيء. نعم. مولانا، مولانا بس ليكون سؤالي بمحله، أنا عم بحكي عن مضمون الأعمال الدرامية اللي عم نشوف فيها إجرام، عم نشوف فيها إذا بدك نزعة، صوب القتل، صوب الخيانة، صوب التعنيف، هيدا اللي قصدته من خلال سؤالي. لا، راح بالي شيء تاني، ولكن حقول لك شغلي، حتى البرامج أنت بتعرف بسيسوها وبيكون عندهم أهداف منها وإلى آخره. بشكل عام انا مثلا عندي هلا، انت بهالبرنامج عندك كم سؤال حاب توجهه للناس تبين لهم، كل واحد منا باي شيء كبر ولا صغير. تقول الدراما هيدي يعني بدي اقول لك، ما بس قصه العنف، هن عم بيحسوا على العنف الاسري من غير ان لا يشعروا. بصير الواحد بده يطبق شيء، لما انا اقعد 15 يوم او 20 حلقه عم تابعها هيك واتاخذ فيها، الا ما ياثر في بمرتي باولادي فلذلك أنا بنصح كل واحد بيقوم بهذه البرامج ما يفكر فيها بس مالياً، شو حتأثر على الشعب إيجاباً، على الجمهور، على الناس. هذه البرامج في منها منيحة بتوجه اقتصادياً اجتماعياً، وفي شيء لا، في شيء مضر. نحن بننبه أنه يكون الإنسان منا لما بده ينتج ما يفكر بس كيف بده يربح، مثل السلع الأخرى. الإعلام مسؤول. فهذه الدراما سواء برمضان أم غير رمضان أنا بقول هي مفيدة إذا عملت، كيف تتكاتف مع غيرك، كيف أنت نعم. يعني يكون في توازن بين الربح المادي وبين الهدف إذا بدك يعني القصصي أو الرواية اللي عم تورده. وأنا تعدت لك قصة للختام، الله بدي بختام الحلقة إن شاء الله أقول لك إياها. ولكن بالنسبة لموضوع يعني نحن بنقول بدهم يربحوا، شيء طبيعي بده يستمر. هذه مؤسسة إنتاجية هي بالأصل، ولكن ما يكون عنده أهداف بيصير مثل هدول بيقول مثلا بده يتاجر بأعضاء البشر. هذه مو التجارة، لا التجارة هذه ما مزبوطة. طيب مولانا، نحن وصلنا على نهاية اللقاء مع حضرتك، يعني عم نستمتع كتير بالكلام اللي عم بتقوله. بدي منك تخبرني قصة، وإذا الوقت بيسمح يعني رسالة من فضيلتك لكل اللبنانيين، لكل الصائمين تحديدا. وعم نشوف البعض، ما بعرف قدي يعني حضرتك بتوافق على التعبير عن الجوع وعن الخوف من المستقبل بهيدي الطريقة، والتعدي على القوى الأمنية والوقوف بوجه الجيش ونعته بصفات يعني أكيد ما بتشبه المؤسسة العسكرية. شو هي القصة ورسالتك بختم فيها مولانا؟ الله يسلمك. أول شيء بدي بلش بالرسالة بعد إذنك، لأنه الجيش حقيقة سياج الوطن، فنحن عم نضطر ننزله. من فترة نزل، مع أنه في كتير بلدان ما بينزلوا الجيش للأشياء اللي هي بقوم فيها بسموه الأمن الداخلي. نحن بلبنان عندنا وضع صرنا مدة منزلين ومستهلكين طاقة الجيش بالداخلي والخارجي، يعني إذا صح التعبير. لذلك ما من يعني المطلوب أن يكون ردة فعلنا قد ما كان عندنا جوع وعطش و و و و وقهر، طيب شو خص الجيش؟ بالعكس، لولا الجيش هو صمام الأمان الآن. لولا الجيش حقيقة يمكن شفنا لبنان كان حرب أهلية تاني من مدة طويلة. وعند كل أزمة بتلاقي أنه اللي بيضبط الوضع هو هذه المؤسسة العسكرية. فإذا مع اختلاف من تسلمها أو بأي جهة كانت، سواء على جنوب شمال بيروت بأي منطقة، لكن أنا بقول لكل واحد عم يسمعني ويبلغ غيره، ما يكون ردة فعلك على الإنسان اللي هو عم يحافظ لك على أمنك. ما هني اللي عملوا المشكلة إذا كان في مشكلة، ولا هني اللي ضخموها. نرجع نحاسب المسؤول، هني عم يضبطوا وظيفتهم، عم يعملوا وظيفتهم. فأنا بقول هيدول الجيش ما لهم منا إلا المساعدة، والله يحميهم، الله يقويهم على ما فيه سلامة هذا الوطن والمواطن. وأنا بقول الجيش إلى الآن ما بنشهد عليه إلا أنه كان دفاع عنا
ومعنى. نعم فمعنى نعم نحن ضده، ولا هو نازل ضدنا، نعم هو عم يضبط الوضع، لانه اذا فلت الوضع حيصير الامر خطير على الكل. نعم مولانا، بهالرسالة بتمنى توصل للكل. بدي انهي الحديث مع حضرتك، برجع بقول لك مجددا رمضان كريم. كنت عندك قصة بس سريعا لو سمحت. سريعة هي بس حتى الواحد منا يشوف أهمية كيف عنا بيقولوا الكلمة طالعة الحلوة والوحيشة. أنت الواحد فيه تصدق لو ما معه مصاري. سيدنا عيسى عليه السلام يروى عنه كان ماشي هو بعض أصدقائه وأصحابه تلاميذه يعني، فشاف كلب ميت طالعة ريحته وطالعة مبينين اسنانه، شو قالوا اللي معه؟ ما أشد ما أنتن رائحته. نعم. يعني ريحته كريهة. قام شو قال هو؟ ما أشد بياض أسنانه. فقاموا قالوا له ليش قلت هيك؟ فشو قال له سيدنا عيسى عليه السلام؟ أردت أن أعود لساني على الخير. نعم. يعني أنا بقول لكل واحد منا، لن تسعوا الناس بأموالكم، ما فيكم، شفت الدول ما فيها تسد حاجات كل شيء، لكن تسعوا الناس بأخلاقكم. فلذلك كل واحد منا أنا بقول برمضان ليكن عنده الكلمة الطيبة على القليلة إذا كان ما قادر يساعد بشيء تاني. وبتشكرك أستاذ إلي وهالإذاعة. نعم. والبرنامج، وبتمنى إذا كان استقبلتوني مرة تانية في قصة أطول بس الله. أكيد أكيد. أنت أعطيتني وقت قصير. رح يكون لنا إطلالة تانية مع فضيلتك بالأيام القادمة كل ثلاثة وخميس يعني بشهر رمضان المبارك. أنا بدي أقول لك سلم تمك على الكلام الطيب اللي سمعناه على لسانك. شكرا لك فضيلة الشيخ ومجددا رمضان كريم. كنت معنا الشيخ الدكتور طارق اللحام، أستاذ محاضر بالجامعة العالمية في بيروت. إن شاء الله بنلتقى فيك بوقت آخر. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نروح إلى فاصل إعلاني، من بعدها منتابع استقبال ضيوفنا تباعا كما أشرنا ببداية لقائنا. خليكم بالبيت وخليكم عم تحضروا يوم جديد.